اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الفريق بالتاكيد دخل معسكر من امبارح، وزي ما قلت في البدايه ريكاردو سواريش اختار 21 لاعب لمباراه النهارده، وبالتاكيد في تفاصيل داخل المعسكر، ميعاد المحاضره، الاخبار داخل معسكر الفريق، الحاله المعنويه، كل ده بالتاكيد هنعرفه من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود منذ الصباح الباكر داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم، اهلا بيك وتحياتي ليك. مساء الخير عليك طبعا الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه، وتحياتي ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب قول لنا بقى ايه الاخبار عندك وايه الجديد والحاله المعنويه داخل الفريق، وكمان يعني ريكاردو سواريش النهارده اليوم كان ماشي ازاي، ميعاد المحاضره، التحرك امتى، هل كان في اجتماعات صباح اليوم ولا لا؟ بالتاكيد طبعا محمد، يعني في البدايه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق النهارده للشباب اللي النادي الاهلي في مباراه اليوم، مباراه صعبه جدا لان انت عارف طبعا على الجانب الاخر فريق ايسترن كامباني الكابتن علاء عبد العال بيتميز بالتكتلات وغلق المساحات وامور تكتيكيه بتكون فيها صعوبه كبيره جدا بشكل عام، فيمكن الامر ده الحقيقه مستر ريكاردو سواريش حاول ان هو يشتغل عليه في خلال الايام الماضيه، طبعا 48 ساعه منهم يوم وحيد يوم ريكفري ثم يوم بيحاول ان هو يحافظ لعيبه النادي الاهلي بعد الجمر الثغرات القراءه طبعا اللي اشتغل عليها من الهايلايتس لمباراه ايسترن كامباني. فبنتمنى ان شاء الله النهارده ال 11 يكونوا متواجدين، اختياراته تكون موفقه جدا، وايضا كمان العناصر اللي تكون متواجده على دكه البدلاء تقدر تصنع الفارق في مباراه تكون صعبه جدا، لكن التركيز كبير، المعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا يا محمد، لان انت عارف طبعا يعني في لود كبير جدا على هؤلاء الشباب، لكن الحقيقه هم زي ما بنقول اداوا قدود رغم ضيق الوقت ورغم الضغوطات والصعوبات الكبيره جدا، لكن في ظل الظروف الصعبه وفي ظل هذه طبعا الاصابات الكبيره جدا وفي ظل اللعيبه الكبيره اللي ريحت طبعا مع قرار الجهاز الفني، فيمكن بنلتمس كل العذر وبنوجه كل الشكر للعيبه النادي الاهلي وتحديدا شباب النادي الاهلي، لكن منتظرين منهم اكتر من كده كمان، هي فرصه للاعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، المستوى الجماعي طبعا ان انت بترفع اسم النادي الاهلي وبتحافظ على شخصيه النادي الاهلي، وعلى المستوى الفردي كل لاعب بيحاول ان هو يعني يسوق نفسه بشكل كبير يا محمد، يظهر نفسه للجماهير، كلها امور طبعا معتاده واعتياديه على كل اللاعبين، لكن اكد لك على حاله التركيز كبيره جدا هنا في فندق الاقامه، الفندق طبعا المعتاد لفريق النادي الاهلي اللي بيفرض مزيد من الهدوء بشكل كبير جدا بيساعد لاعبي النادي الاهلي. المحاضره الفنيه محمد هتكون 6:30 على اساس ان يتحرك فريق النادي الاهلي 7 الى استاد عثمان احمد عثمان لاستقبال النهارده مباراه اليوم، هي المحاضره بتستغرق 30 دقيقه، الراجل بياكد على بعض الامور اللي يمكن اشتغل عليها فيها التدريبات وايضا كمان التشكيل ونقاط القوة ضعفة وكل الأمور الحقيقة اللي بنتمنى نشوفها في النهاردة في مباراة اليوم، لكن الأمور الحمد لله طيبة بشكل كبير جدا في معسكر فريق النادي الأهلي. لو بنذكر كمان يا محمد كل جمهور النادي الأهلي بغياب ديانج النهاردة، يمكن خلاص ديانج بيعلن الجهاز الفني راحة سلبية ليه حتى نهاية الموسم طبعا أصواتا بكل لاعبي النادي الأهلي، مجهوده كبير الحقيقة ديانج واحد من العناصر الأساسية صمام الأمان، فيمكن الحقيقة بنوجه له كل الشكر والتقدير على الموسم المنقضي طبعا بالنسبة له وعلى أدائه المميز جدا، وبنتمنى إن شاء الله يعود من جديد مع كل اللاعبين اللي خدت فتره راحه ترجع تبدا موسم جديد لاستعاده طبعا سلسله الانتصارات والبطولات. النهارده كمان بينضم لنا اثنين، احمد عبد القادر بيعود من جديد لقائمه فريق النادي الاهلي بعد غياب طويل، بنتمنى ان شاء الله يكون ورقه رابحه واحد من العناصر الاساسيه، لكن الدفع بيها محمد من عدم انت عارف لسه راجع من اصابه ممكن ياخد جزء بسيط من المباراه، لكن اضافه لما يكون في قائمه فريق النادي الاهلي. ايضا كمان رافت خليل، ويمكن رافت خليل حابب ان انا اتكلم معاك محمد طبعا ومكلم كل جمهور النادي الاهلي عليه، واحد من اللاعبين المميزين جدا في ناشئين النادي الاهلي مواليد 2004، يمكن في اثناء كبير جدا من مستر ريكاردو سواريش على ادائه وعلى مهارته على يعني قوته على ادائه المميز جدا في منتخبنا الاولمبي، الحقيقه يمكن كان خد احسن لاعب في مباراه الجزائر ومباراه عمان في ادائه المميز جدا، فان شاء الله النهارده مع ظل الغيابات الكبيره جدا ممكن نشوفه ياخد فرصه زيه زي كل طبعا زملائه اللي بتظهر بشكل مميز جدا. الحمد لله محمد الامور طيبه، ينقصنا ان شاء الله التوفيق النهارده في مباراه اليوم، بنأملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي ويستمر النادي الاهلي في حصاده على الثلاث نقاط، يستمر علي لطفي بيه الكلين شيت اللي ان شاء الله يوصل النهارده ليها المباراه الثامنه، كل الامور يا رب ان شاء الله تصب في مصلحه النهارده محمد. طيب كريم عايز اسالك كمان على صلاح محسن، هل في جلسات بتتم من الجهاز الفني مع صلاح؟ بنشوف ده في التدريبات، يمكن امبارح شفنا لقطه للجهاز الفني يتكلم مع اكرم توفيق وحتى اكرم طلع وضح ده وهنستعرضها النهارده في ترند الاهلي، لكن هل في جلسات تمت مع صلاح محسن في المباريات الاخيره؟ بيصادفوا سوء حظ، مش موفق، ممكن ما يكونش مركز بشكل كامل، يعني عايز اعرف برضو الكواليس لان دايما الجمهور بيبقى مهتم جدا بادق التفاصيل اللي بيشوفها في الماتشات يا كريم، واحنا طبعًا دورنا ان احنا نوصل برضو المعلومه الصحيحه والرساله الصحيحه والاخبار من داخل معسكر الفريق.
بالتاكيد يا محمد، هي نقطه ايجابيه ومهمه جدا، وعايز اكد لك الحقيقه على مستر ريكاردو سواريش. يعني هو بيقوم بدور كبير جدا على الجانب الفني في ظل ضيق الوقت الكبير اللي اكدنا عليه، وفي نفس الوقت راجل الحقيقه بيشتغل بشكل كبير على الجوانب الفرديه، بيحاول ان هو يسمع من اللعيب ويقول للعيب ايه اللي هو عايزه منه. التعليمات بتكون في ارضيه الملعب طبعا، في مختار التتش، جلساته مستمره مع كل اللاعبين، قعد مع صلاح، قعد مع حسام حسن، قعد مع عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف طبعا الجلسات الفرديه ما بتكون مع المدير الفني، ولسه كمان المدير الفني وافد جديد، محتاج ان انت تقرب المسافات، ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي انا محتاجه منك، انا محتاج ان انت تحقق كده. فالراجل الحقيقه بيقوم بهذا الامر. الحقيقه يمكن صلاح ممكن يكون في بدلك الحقيقه معاه، في سوء توفيق معاه، بيبذل مجهود كبير، لكن يعني هو الفيرود او اللعيب الوينج محتاج ان انت تفنش، محتاج ان انت تشوفه بيصنع اهداف، محتاج حسام يجيب جون، محتاج كل اللعيبه دي تحقق اهداف. فان شاء الله باذن الله يعني البدلك ده يمكن ينتهي باذن الله مع صلاح محسن، مع كل اللعيبه اللي بتعاندها شويه بعض الامور. لكن تاكيدا على كلامك يا محمد، الراجل شغال على الجزء النفسي بشكل مميز جدا، لكن هو دي الوقت يا محمد، دي الوقت، ده امر مهم جدا. حتى ما بتقعد تتكلم في جلسه بتكون بسيطه، لان انت عايز تكمل النهارده التدريب الوحيد اللي هيأهلك للمباراه القادمه. فيمكن الصعوبه هنا في هذا الامر، لكن يعني مع نهايه الموسم باذن الله عايزين بقى نشوف موسم جديد بمعنويات جديده، بمعسكر ان شاء الله باذن الله الفريق النادي الاهلي يكون فيه انسجام كبير جدا لكل المجموعه اللي هتكون متواجده، والمجموعه ان شاء الله اللي هتكون قادمه خلال الموسم القادم. يا رب محمد الظروف اللي مع فريق النادي الاهلي يكون كلها دوافع. لعيبتنا النهارده محتاجين تركيز بشكل كبير، لان زي ما قلت لك المباراه صعبه، مباراه فيها غلق مساحات، مباراه محتاجه مجهود كبير. كابتن علاء عبد العال بينافس على الهبوط، محتاج هذه المباراه، محتاج اي نقاط من هذه المباراه. وعلى الجانب الاخر النادي الاهلي محتاج ان هو ياكد فوزه عشان يستمر في سلسله الانتصارات المميزه جدا. يا رب ان شاء الله يكون مكسب النهارده للنادي الاهلي يا محمد. طيب بمناسبه الحديث عن الكابتن علاء عبد العال، واحنا عارفين دايما الكابتن علاء ليه كده طريقه لعبه معينه، يعني بيفضل دايما قافل المساحات، يعني مفيش لمسه جماليه ممكن نشوفها في الملعب، لكن هو دايما بيبقى عايز يطلع بالنتيجه اللي تفيده وتفيد فريقه في الفتره اللي جايه. ايسترن كامباني 28 نقطه يا كريم، الاهلي 62 نقطه، انت بتتكلم اكتر من الضعف، يعني الاهلي اكتر عدد نقاطه اكتر من ضعف نقاط ايسترن كامباني. هل تتوقع مباراه النهارده هتبقى كلها منحصره في وسط ملعب ايسترن كامباني، ولا ممكن نشوف النهارده شكل جديد للكابتن علاء عبد العال مع الفريق في مباراته مع الاهلي؟ يعني نفس الشكل التقليدي وهو عايز يطلع بنقطه او ثلاث نقاط، ولا ممكن تتوقع الشكل هيبقى ايه، وخاصه ان المباراه كمان في ملعب المقاولين، فده محتاج استعداد مختلف في الفتره اللي جايه؟ طبعا يا محمد، يعني النهارده هبدا معاك بالملعب. الملعب الكابتن علاء عبد العال متعود عليه بشكل كبير جدا، هو كل اللاعبين طريقه اللعب الخاصه بنادي ايسترن كامباني فيها غلق مساحات بشكل كبير جدا، وتكتلات دفاعيه والهجمه المرتده. انا اتوقع ان الامر يكون هذا الامر، مش بعيد، مش عشان النادي الاهلي بيلعب بالشباب فممكن نشوف جزء مختلف. والكابتن علاء الحقيقه قال هذا الامر، قال يمكن النادي الاهلي شكله مختلف شويه، بس انت عارف يا محمد يعني الدباجات والاحاديث هي بتقال فقط لغير، لكن على ارض الواقع هي الحقيقه موجوده. التكتل يكون موجود، غلق المساحات موجود، صعب اي فريق يهاجم النادي الاهلي بشكل كبير، وانت كمان محتاج اي نقطه. يعني انت الواحد زي 10 وهدف زي 5، فيمكن خلاص الامر ده معترف بيه بالنسبه طبعا لكل الانديه اللي بتنافس على الهبوط. لكن النهارده بنتوقع مباراه مغلقه فيها مساحات مغلقه، عشان كده بنقول محتاجين من الجهاز الفني بشكل كبير مستر ريكاردو يكون في حلول، يكون في ثغرات، يكون في انطلاقات، هل الاطراف هي اللي هتشترك، هل هيكون في شادو سترايكر، هل هيلعب كل الامور دي محتاجه الحقيقه يعني تركيز فني بشكل كبير وقراءه فنيه بشكل كبير. لكن صعوبه المباراه هتكون في التكتلات وفي غلق المساحات المعتاد الحقيقه على كابتن علاء عبد العال مع اي فريق بيكون متوليه، او ايضا كمان تحديدا نادي ايسترن كامباني. اكيد زميلي العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق، شكرا جزيلا ليك. قال لنا المحاضره هتكون 6:30، التحرك الى استاد الجبل الاخضر ملعب المقاولين الساعه 7 من مساء اليوم. تسالني عن توقعي النهارده، ممكن نشوف ايسترن كامباني بيهاجم لانه محتاج النقطه او الثلاث نقاط. اتمنى ما اشوفش الماتشات القديمه اللي كنت بشوفها دايما للكابتن علاء عبد العال، لانه دايما بيقفل المساحات وبيعمل مباريات صعبه جدا، وانا نفسي اشوف فرقه بتهاجم الاهلي لعل وعسى يكون في مساحات ونتفرج على كره حلوه وفرصه الاهلي يخلص الماتش من اول ربع ساعه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي وابرز الكلام اللي كتب على الاهلي في السوشيال ميديا.